إشارات السير. هناك العديد من إشارات السير للسيارات في الطريق، ومنها هذه الإشارة تعني أن المشاة بالقرب من المكان. هذه الإشارة تعني أن هناك أشغال على الطريق. هذه الإشارة تعني أن أمامك دوار. هذه الإشارة تعني أن ممنوع دخول المشاة. هذه الإشارة تعني أن أمامك مطبات. هذه الإشارة تعني أن وجوب التوقف. هذه الإشارة تعني أن أمامك إشارة مرور. هذه الإشارة تعني أن هنا مكان لعبور المشاة. هذه الإشارة تعني أن هنا مكان لوقوف مركبة مهاق. هذه الإشارة تعني أن عدم استعمال بوق السيارة. مع إشارات السير نؤمن لك السلامة ولمن معك في السيارة.